بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي مرحبا بكم معي في هذا الفيديو هذا الفيديو إن شاء الله سيكون موجه لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي كراسة المفيد في الرياضيات اليوم إن شاء الله عندنا الدرس جديد والدرس الدرس الثامن جمع وطرح الأعداد الكسرية الأهداف التعلمية يحسب المتعلم مجموع وفرق عددين كسريين يحسب مجموع وفرق عددين كسريين وعدد, صحيح يحل وضعية مسألة بتوظيف جمع وطرح الأعداد الكسرية لنفهم ونطبق أوصى الحاج المدني قبل وفاته بتوزيع مبلغ من المال على أطفال يتامى يبين الشريط الثالث المبلغ الذي أوصى به الحاج المدني نلون نصيب عبد الله ونصيب يوسف نحسب العدد الكسري الكسري الذي يمثله يمثل ما ما اخذه يوسف وعبد الله اذا كما كتلاحظوا هنا وصيه الحج المدني واحد على ثلاثة لعبد الله و وواحد على خمسة ليوسف ماذا آآ آآ ما العمل الذي سوف نقوم به بداية أولا سوف نقوم بتوحيد المقامات عندي واحد على ثلاثة لعبد الله و واحد على خمسة ليوسف وما تبقى فهو لمريم اول شيء كما قلنا غنوحدوا المقامات اذا المقام الموحد بين 3 و 5 هو 15 هو 15 كما كتلاحظوا اذا 3 نضربها في 5 15 اذا 1 كذلك سوف نضربها في 5 اذا 5 على 15 خمسة 5 خمسة على 15 خمسة هو نصيب عبد الله 5 خمسة على 15 خمسة ونصيب يوسف هو نصيب يوسف هو خمسة ضربناها في ثلاثة وواحد نضربه أيضا في ثلاثة خمسة في ثلاثة خمسة عشر كما قلنا المقام الموحد وخمسة عشر واحد في ثلاثة ثلاثة إذا نصيب يوسف هو ثلاثة على خمسة عشر اذا سوف نقوم بتلوين نصيب كل من عبد الله ويوسف كما قلنا عبد الله نصيبه هو خمسة على خمسة عشر اذا سوف نلون خمسة اجزاء من هذا الشريط لان الشريط مكون من خمسة عشر جزء اذا خمسة على خمسة عشر واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة اذا خمسة على خمسة عشر و نصيب نصيب يوسف اذا عبد الله خمسة على خمسة عشر ونصيب يوسف هو ثلاثة, ثلاثة على خمسة عشر اذا سنقوم بتلوين ثلاثة اشرطة ثلاثة على خمسة عشر وكما تلاحظون فنصيب مريم هو واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة نصيب مريم هو سبعة على خمسة عشر سبعة على خمسة عشر هو الباقي لان قلنا بان الباقي هو لمريم سنلون ما تبقى من الاشرطة اذا نصيب مريم هو سبعة على خمسة عشر <applause> إذا نصيب عبد الله قلنا خمسة على خمسة عشر كما إن شفتو درنا هنا في الوسخ كيفاش القناة وحدنا المقامات عبد الله ونصيب يوسف وثلاثة على خمسة عشر أما نصيب مريم هو ما تبقى سبعة على خمسة عشر نصيب مريم هو ما تبقى سبعة على خمسة عشر ننتقل للحصة التطبيقية الحصه الثانيه اطبق التمرين رقم واحد احدد بعلامه اكس كل عددين كسريين يمكن حساب مجموعهما او فرقهما عندنا ثلاثة على أربعة وأربعة على سبعة هل يمكن أن نحسب جمعهما أو فرقهما؟ لا لا يمكن خمسة على عشرة وثلاثة على عشرة نعم يمكن حساب جمعهما أو فرقهما خمسة على عشرة ثلاثة على عشرة أنا من بعد نقول سوف أخبركم لماذا يمكن حساب جمعهما أو فرقهما سبعة على ثمانية وثمانية على عشرة لا يمكن حسابهما واحد على ستة وخمسة على ستة نعم يمكن حساب جمعهما أو فرقهما تسعة على اثنا عشر وخمسة على عشرة لا يمكن لماذا يمكن حساب العددين الكسريين واحد على ستة وخمسة على ستة وخمسة على عشرة وثلاثة على عشرة لماذا يمكن حساب جميعهما وفرق او لأن لأن مقام أعدادهما موحد لأن مقاماتها او ننقل لان مقاماتها موحده يعني عندنا المقام موحد عندما يكون المقام موحد نستطيع ان نجمع نجمع حساب حساب عددين كسرين او فرقهما اذا هذا هو السبب لماذا يمكننا حساب مجموع او فرق عددين كسرين الباقي كما كتلاحظوا غير موحده ننتقلوا للصفحه المواليه وحددوا اصغر مقام مشترك من بين الاعداد المقترحه لدي سبعة خمسة على ستة زائد سبعة على اثنى عشر اه هنا المقام موحد كما كتعرفوا مقام واحد هو 12 هو اصغر مقام واحد من 6 و12 لان إذا ضربنا 6 في 2 تعطينا 12 هو المقام واحد دائما كما كتعرفوا نضربوا 6 في 2 كذلك البسط نضربه في 2 اذا المقام واحد الاصغر هو 12 بالنسبه للعدد الثاني عندي 3 على 2 و5 على 8 اذا هنا ثمانية هو المقام المشترك الاصغر اذا اثنان فاش نضرب باش تعطيني ثمانية في اربعة وثلاثة في اربعة ايضا اذا اثنان في اربعة ثمانية اصغر مقام مشترك هو ثمانية عندي هنا واحد على ثلاثة 3. 3 على اربعة اذا ما هو المقام المشترك بين هذين العددين هنا أصدقائي أصغر عد... مقام مشترك هو 12 لأن 3 في 4 12 و 4 في 3 12 اذا أصغر مقام واحد مشترك هو 12 أوحد المقامات بدون إجراء العملية واحد المقامات بدون اجراء العمليه بالنسبه للتمرين الثالث ثلاثة على ثمانية زائد اثنان على أربعة إذا ما هو المقام الموحد بين ثمانية وأربعة المقام الموحد هو ثمانية هو ثمانية سنكتب ثلاثة على ثمانية زائد أربعة نضربها في إثنان تعطيني ثمانية إذن أربعة في إثنان ثمانية و 2 في إثنان أربعة إذا وحدنا المقام بأربعة إذن أربعة في إثنان وإثنان في إثنان وقرنا بدون إجراء العملية إذا لنجري العملية فقط وحدنا المقامات بين العددين عندي هنا خمسة على ستة ناقص اثنان على ثلاثة خمسة على ستة ناقص اثنان على ثلاثة إذا خمسة على ستة ناقص مقام واحد هنا بين ستة وثلاثة هو ستة هذا هو المقام واحد إذا ثلاثة فشان نضربوها باش في اثنان اذا البسط ايضا في اثنان اذا ثلاثة في اثنان ستة اثنان في اثنان اربعة اذا ناقص اثنان عفوا اثنان في اثنان اربعة اذا خمسة على ستة ناقص اربعة على ستة واحد زائد ثمانية على سبعة واحد تساوي واحد على واحد مقام واحد هنا هو سبعة إذا واحد في سبعة و البسط أيضا سنضربو في سبعة إذا سبعة على سبعة زائد ثمانية على سبعة سبعة على سبعة زائد ثمانية على سبعة اثنان فاصلة خمسة ناقص أربعة على خمسة أولا هذا العدد العشري يعني غنردوه عدد كسري يساوي خمسة وعشرون على عشرة العدد العشري يجب أن يصبح عددا كسريا حتى نستطيع الحساب إذا المقام واحد هنا أصدقائي هو عشرة إذا خمسة وعشرون على عشرة ناقص خمسة نضربها في اثنان كي تعطينا عشرة مقام واحد خمسة في اثنان إذا أربعة في اثنان تساوي ثمانية للتوضيح ولا نقوم بإنجاز العملية لأننا نطلب منا دون إجراء العملية ننتقل للحصة الثالثة <applause> أتدرب أنجز في دفتري ثم أحيط بخط المجموع المناسب أول عملية هي تلاتة على أربعة زائد اثنان على أربعة كما كتلاحظون عندنا المقام واحد سوف نقوم بالعملية الجمع أربعة كمقام واحد تلاتة زائد اثنان خمسة إذا تلاتة على أربعة زائد اثنان على أربعة تساوي خمسة على أربعة عندي هنا واحد على اثنان زائد واحد على أربعة كم تساوي إذا واحد على اثنان المقام واحد هنا هو أربعة إذا اثنان في اثنان البسط أيضا سنضرب في اثنان زائد واحد على أربعة تساوي اثنان على اثنان اثنان على اثنان عفوا اثنان على أربعة اثنان على أربعة مقام واحد زائد واحد على أربعة تساوي ثلاثة واحد زائد اثنان زائد واحد ثلاثة مقام واحد وأربعة اذا ثلاثة على أربعة نخصم يعني تنسفوم زيان لأن الأعداد الكسرية كتبغي شوية ديال التركيز مقام واحد هو أربعة سبعة على اثنا عشر زائد ثلاثة زائد اثنان على ستة سبعة على اثنا عشر زائد اثنان على ستة هنا المقام واحد هو اثنا عشر إذا تساوي سبعه على اثنا عشر زائد سته سته في اثنان باش تتعطيني اثنا عشر سته في اثنان إذا اثنان في اثنان تساوي سبعه على اثنا عشر زائد اربعه على اثنا عشر تساوي مقام واحد هو اثنا عشر اذا احدى عشر على اثنا عشر سنحيط احدى عشر على اثنا عشر كيكون هذا التمرين رقم ربعة ننتقل الى التمرين رقم خمسة انجزو في دفتري ثم احيطو بخط الفرق المناسب انجزو في دفتري واحيط الفرق المناسب عندي خمسة عندي هنا مقام واحد يمكن لي أنني نجزها هنا خمسة على تلاتة ناقص اثنان على تلاتة المقام واحد هو تلاتة خمسة ناقص ايه خمسة ناقص اثنان خمسة ناقص اثنان هو تلاتة إذا ثلاثة على تلاتة تساوي واحد تلاتة على تلاتة تساوي واحد ننتقل للعمليه المواليه عندي تسعه على سبعه ناقص واحد واحد تساوي واحد على واحد <applause> تساوي تسعه على سبعه ناقص المقام وحد. واحد واحد مضاعفة سبعه اذا واحد في سبعه وتسعه واحد في سبعة و في سبعة أيضا تساوي تسعة على سبعة ناقص سبعة على سبعة تسعة على سبعة ناقص سبعة على سبعة تساوي رقم واحد و تسعة ناقص سبعة و إثنان إذا إثنان على سبعة واحد ناقص أربعة على خمسة واحد على واحد ناقص أربعة على خمسة تساوي مقام واحد هو خمسة إذا واحد في خمسة واحد في خمسة ناقص أربعة على خمسة تساوي خمسة على خمسة ناقص أربعة على خمسة تساوي خمسة ناقص أربعة واحد على خمسة <applause> احسبوا ننتقل للتمرين رقم ستة احسب المجاميع التاليه ثم اختزل ان امكن اذا سوف نقوم بحساب المجاميع التالي التاليه ثم نختزل ان كان ذلك ممكنا عندي واحد زائد خمسة على ثلاثة اذا واحد هي واحد على واحد واحد على واحد المقام واحد هنا هو ثلاثة إذا واحد على واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة البسط والمقام كان ضربهم في نفس العدد كيف العادة زائد خمسة على ثلاثة تساوي ثلاثة على ثلاثة زائد خمسة على ثلاثة تساوي ثمانية خمسة زائد ثلاثة ثمانية على ثلاثة المقام واحد على ثلاثة إذا لا يمكننا اختزال العدد ثمانية على ثلاثة عندي خمسة على أربعة زائد اثنان إذا اثنان هي اثنان على واحد تساوي خمسة على أربعة زائد المقام واحد هو أربعة إذا واحد غنضربها في ربعة باش تعطيني ربعة واحد في أربعة وإثنان أيضا سأضربها في أربعة تساوي كما قلنا هنا المقام واحد هو أربعة واحد في أه يعني بعد خمسة على أربعة زائد المقام واحد أربعة واحد في أربعة أربعة اثنان في أربعة ثمانية تساوي مقام واحد أربعة ثمانية زائد خمسة تلاتة عشر على أربعة أيضا لا يمكن إختزال تلاتة عشر على أربعة عندي هنا ثمانية على تسعة زائد خمسة على إثنا عشر ثمانية على تسعة زائد خمسة على إثنا عشر هنا المقام الموحد غيكون هو ستة وتلاتون إذا تسعة غنضربوها في أربعة إذا تمانية على تسعة المقام الموحد بين تناش وتسعود هو ستة وتلاتين تسعة غنضربوها في أربعة والبسط أيضا في أربعة تمانية في أربعة زائد

تسعة في أربعة ستة 8 في 4 وثلاثون تمانية في أربعة اثنان وثلاثون اثنا عشر في ثلاثة ستة وثلاثون خمسة في ثلاثة خمسة عشر تساوي مقام واحد وستة وثلاثون خم... آه... اثنان وثلاثون،, وثلاثون زائد خمسة عشر هي سبعة وأربعون إذا سبعة وأربعون على ستة على ستة وثلاثون لا يمكننا اختزالها ننتقل <applause> لتمرير رقم سبعة أحسب الفروق التالية ثم أختزل إن أمكن ثم نختزل إن إن أمكن ذلك عندي تسعة على ثمانية ناقص واحد إذا تسعة على ثمانية ناقص كما كتعرفوا واحد تساوي واحد على واحد مقام واحد هو ثمانية إذا واحد سنضربوها في ثمانية والبسط أيضا في ثمانية تساوي تسعة على ثمانية ناقص ثمانية على ثمانية تساوي مقام واحد هو ثمانية تسعة ناقص ثمانية هي واحد على ثمانية لا يمكننا اختزال هذا العدد واحد على ثمانية ننتقل للعملية الثانية ان اذا اثنان ناقص سبعة على ستة اذا اثنان اثنان على واحد ناقص سبعة على ستة ان المقام واحد هو ستة اذا اثنان واحد سنضربها في ستة اثنان ايضا سنضربها في ستة تساوي كما قلنا المقام واحد هو ستة ستة في اثنان اثنان في ستة اثنا عشر سبعة كنا اعتذر كنا اشد الاعتذار غادي نعاود نعاود التمرين اذا عندي قلبت الكسر عندي ستة على سبعة إذا المقام واحد هو سبعة دي ستة على سبعة اثنان في سبعة واحد في سبعة كما قلت لكم مقام واحد هو سبعة اثنان في سبعة أربعة عشر اثنان في سبعة أربعة عشر أولا غنقوم بهاد العملية في ورقة نعاودها هنا للأسف قلبت الكسر إذا اثنان ناقص ستة على سبعة انا حيت كنخدم معكم مباشره يعني بدون كواليس وبدون مونتاج اثنان ناقص ستة على سبعة تساوي اثنان على واحد اثنان على واحد كما كتلاحظوا المقام واحد هو اذا واحد غنضربها في سبعة و 2 في سبعة ناقص ستة على سبعة تساوي اثنان في سبعة اربعة المقام واحد هو ناقص ستة على سبعة تساوي اربعة عشر ناقص ستة هي ثمانية على سبعة اربعة عشر ناقص ستة هو ثمانية هي ثمانية على سبعة انا قمت بها هنا يم واضحة اتمنى ان يكون واضح سنعود نعتذر منكم تسعة على أربعة ناقص تسعة على خمسة تسعة على أربعة ناقص تسعة على خمسة عندي هنا المقام واحد وعشرون إذا أربعة طول الكسر شوية في في أربعة غنضربوها في خمسة وخمسة نضربوها في أربعة أيضا البسط غنضربو في نفس العدد اللي ضربنا فيه المقام تسعة في خمسة تسعة في أربعة تساوي عشرون مقام واحد كما قلت لكم هو عشرون في خمسة خمسة وأربعون تسع في أربعة ستة وتلاتون إذا تساوي مقام واحد وعشرون خمسة وأربعين ناقص ستة وثلاثين هي تسعة ست خمسة وأربعون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون تمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون واحد وأربعون اثنان وأربعون ثلاثة وأربعون أربعة وأربعون خمسة وأربعون إذا المقام وح يعني ناقص خمسة وأربعون ناقص ستة وثلاثون على عشرون إذا هذا العدد لا يمكننا اختزاله ننتقل <applause> للتمرين رقم ثمانية اقتسم ثلاثة أشخاص مبلغا من المال ربحوه من تجارة فأخذ محمد واحد على ثلاثة وأخذت مريم واحد على اثنان وأخذ علي واحد على ستة وحدد الشخص الذي أخذ أكبر نصيب وحدد أيضا الشخص الذي أخذ أصغر نصيب ومن بعد الكسور التي تمثل ما أخذه كل منهم تصاعديا هنا أول حاجة غنقوم بها هي توحيد المقامات كما كتلاحظوا المقام الموحد بين كل هذه القصور هو ستة اذا عدنا محمد مريم وعلي اذا محمد واحد على ثلاثة مريم واحد على اثنان وعلي واحد على ستة وكما قلنا المقام واحد بين هذه القصور هو ستة إذا العدد اللي هنضربه في ثلاثة باش يعطينا ستة هو اثنان اثنان إذا واحد سنضربه أيضا في اثنان إذا نصيب محمد هو اثنان على ستة بالنسبة لمريم سنوحد أيضا المقام واحد كما قلنا هو ستة اثنان في ثلاثة ستة اذا حتى البسط هنضربو في ثلاثة واحد في ثلاثة 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 على ستة هو نصيب مريم وعلي هو واحد على ستة اذا آه الاكبر هو من حيث البسط ما هو اكبر عدد من حيث البسط هو نصيب مريم اذا آه مريم كان لها اكبر نصيب اذا الشخص الذي اخذ اكبر نصيب هي مريم واصغر نصيب بين محمد وعلي علي اذا علي هو الذي اخذ اصغر نصيب ثم نرتب الكسور التي تمثل ما اخذ كل منهم تصاعديا بعد توحيد المقامات اذا ما اخذ كل واحد منهم تصاعديا يعني من الاصغر الى الاكبر لدينا هنا واحد على ستة هو أصغر هو أصغر أصغرهم علي واحد على ستة أصغر من محمد واحد على ثلاثة أصغر من مريم واحد على اثنان أصغر من مريم واحد على اثنان ونستطيع ايضا توحيدها وهي محادثه المقامات اذا اصغرهم واحد على ستة لعلي بعدما وحدنا المقامات ثم محمد اثنان على ستة ومريم ثلاثة على ستة وكيكون هذا هو التمرين ثمانية من حصة جمع وطرح الاعداد الكسريه باش ما يجيكمش الفيديو طويل من هكا غنتوقف هنا والصفحه الاخيره غنديرها ان شاء الله في فيديو من منفصل الى هنا اصدقائي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامه